محمود عبد العزيز، القامة الفنية اللي صدح في ربوع السودان المختلفة، واللي كان عنده صوت يعني قوي جدا، وكان عنده قاعدة جماهيرية كبيرة عند الشباب. نحن في ذات الإطار بنسعد جدا بأنه نلتقي بالأستاذ معتصم أبو النجا. هو فنان في المقام الأول من مركز شباب بحري ورئيس للفرقة الموسيقية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، أهلا بكم وأهلا ومرحبا بقناة الشروق، ومرحب بالسادة المشاهدين، وسعيد جدا جدا بوجودي معكم هنا. هذه القناة النشطة التي ترعى الشباب ومشاكل الوطن المختلفة إن شاء الله. أستاذ مصطفى معتصم، نحن يمكن تكلمنا مع أستاذ أحمد الرئيس عن محمود عبد العزيز وكيف كانت بداياته الأولى، وبعد كده أستاذ عبد الباقي أفادنا في مسيرة مختلفة لمحمود عبد العزيز. كيف بحري الآن من بعد فقدان محمود عبد العزيز، رغم انه هو باقي في تفاصيل بحري، في ازقتها، في حواريها، في ناسها، في انسانها، في كل التفاصيل، لكن بحري تفتقد والسودان كله يفتقد محمود عبد العزيز، خصوصا انه كانت قبل ايام قليله ذكرى رحيله. حقيقه يعني هو الاستاذ المرحوم محمود عبد العزيز هو فقد كبير جدا جدا للسودان بكل يعني بكل الصفات المختلفه الموجوده فيه. محمود كان انسان، محمود كان إنسان بكل ما تحمل كلمة من معنى، يعني فنان، كان فنان مغني، كان مجتهد في مسيرته الفنية، كان براعي يعني كل الحاول يحلحل كل المشاكل بالنسبة للفرقة الموجودة عنده، كان بيحلحل كل المشاكل الموجودة في الحلة وفي الأغارب وفي الأهل، وحياة دي كثيرة جدا جدا يطول الحديث عنها. بحر الآن تفتقد حقيقة الفنان محمود عبد العزيز، ومركز شباب بحري بالذات يفتقد وجوده وطلته علينا، له الرحمة والمغفرة إن شاء الله. لما نتحدث عن مركز شباب بحري بنتحدث عن منارة ثقافية موجودة في منطقة وعندها يعني تاريخ الكبير والعظيم اللي قامت به، ويمكن هي خلينا نقول صرح فني وثقافي لكل السودان، مش بس لمنطقة بحري تحديدا، إلى أنه الآن مركز شباب بحري ما بنفس المستوى اللي كان موجود زمان. شنو الأسباب اللي خلت مركز شباب بحري يدهور، وخلينا نقول ما بنفس المستوى اللي كان موجود؟ مش ما بنفس المستوى، هو في مستوى متدني جدا جدا جدا. مركز شباب بحري هو شيخ المراكز في السودان، وهو المركز الوحيد المثل السودان وحقق يعني نتائج وحقق يعني فوز عظيم جدا جدا في محافل عربية. يعني شارك الأستاذ محمد حامد جوار مع الأستاذ أسرار في منافسة عربية وحقق نتيجة مميزة، الأول حقق برضو الصغار محمد زين العابدين مشهور بميمي، برضو مع عمر جعفر ومع محمد الخاتم، كلها منافسات كانت عربية. ما في مركز في السودان حقق نتائج زي دي، كاساته موجودة حس الآن في المؤاخذة الزريبة الموجودة الآن اللي هو ما مركز شباب بحري. احنا بنشوف صور، يعني بنتابع صور موجودة من خلال الشاشة لمركز شباب بحري وما قالت له، يعني المفروض انه يكون الآن في مصاف المراكز المتقدمة اللي بيقدر من خلالها انه يقدم التاريخ العظيم اللي قدمه مركز شباب بحري، كفيل بانه هو الآن مفروض انه يكون مركز كبير جدا قادر انه يكون أوبرال، يعني في مستوى الأوبرا. مركز شباب بحري الضراو موقع الاستراتيجي في قلب بحري، والحمد لله رب العالمين. مفروض يعني يكون دي ميزة يا أستاذ، مفروض تكون ميزة، ومفترض يكون مبنى على أحسن طراز، ومفترض يكون فيه كل مناشطه المناشط كلها موجودة وشغالة، لكن الحكومة السابقة الإنغاز طمعوا في المركز وطمعوا في موقعه وخدعونا مرة ومرتين، وجانا كم وزير وقف قدامنا في المسرح، واخر واحد قال لنا انا المركز ده حاخده لكم في الواطه وحاقومه من جديد، عايز منكم 3 شهور وخدوها معانا في مركز الشباب الشعبيه. صدقنا وطلعنا ومشينا، لكن عرفنا الحقيقه وجينا راجعين. يعني ممكن هو مستقبلا ينتقل من مكانه، باعتبار انه هو ممكن يكون في منطقه وسط ما قادر انه يمارس نشاطاته بالصوره المطلوبه، ما قادر انه هو يؤدي دوره بالصوره المطلوبه. في رايكم انه لو انتقل لمنطقه ثانيه في بحري ممكن يكون عنده دوره العظيم اللي بيأديه اكثر من الموقع الموجود فيه الان؟ لا ابدا، هو بيأدي دوره في موقعه الان، لانه الحاجه المساحه الموجود فيها المركز مساحه كبيره جدا جدا، غير انها فاضيه
يعني كل المباني كانت موجودة رغم أنها كانت يعني تعبانة ومتهايلة، إلا أنه دكوها أرضا. بالمناسبة المركز ده نحن يعني شدينا عضضنا زي ما بقولوا دايرين بنبران، جمعنا وقمنا. والله المنظر أنت بتشوفوه حسي ده كله مجهود الشباب الموجودين في مركز شباب بحري. والله رجال وشباب، الناس كلها تكاتفت، والناس دي كلها خشت ودفعوا قروش وجو اشتغلوا نفير. المركز ده كان حفرة بالمناسبة، بس الآن الطلناي ده كله التسوية بتاعت المساحة بتاعته والبوماستيك اللي انت بتشوفيه وبعض الإنارات كراسي المظلة الموجودة دي كلها مجهود الشباب الموجودين في مركز شباب بحري. الحكومة ما عندها أي دعم تدعمنا بهم منذ أكثر من 15 سنة بل الموجود. رغم الحكومات يعني رغم الوزراء المتعاقبين اللي كانوا موجودين، يعني ما كان في وزير واحد قادر انه هو يصين المركز او يصلحه، رغم انه هو منبر ثقافي مهم جدا لبحري. ابدا، على تعاقب الوزارات الموجوده في المجلس الاعلى للشباب والرياضه ما في داعي لذكر المسميات الاسماء، لكن الوزراء جو وقفوا في المسرح ونفخوا النفخ متعودين عليه نحن كسودانيين، وسوف نفعل وسوف نفعل. آخر واحد كان صادق جدا معانا في بعد الثورة، يعني بعد انتهاء الحكومة البائدة، جاء قال لنا يا إخواننا أنا يدي في يدكم وبقيف معاكم وأعملوا اللي أنتوا دارين تعملوه وأنا معاكم. عايزين تعملوا حفلات خيرية، عايزين تعملوا، لكن كون الحكومة تدعمكم الآن ما بوعدكم بحاجة زي دي. في ميزانية. هو كان صادق في الحتة دي. فلما برضو قمنا عشان نعمل البرنامج ده هو شالوه. الخطط الجاية شنو لمركز شباب بحري؟ يعني معروف انه بيشيلوها شباب او بيشيلوها نعم. بحري، واللي كانوا دائما هم ساندين المركز بمجموعة من التفاصيل، شنو الجاي المفروض انه هو يحصل في مركز شباب بحري عشان يقدر يعيد هيبته من جديد؟ والله نحن يعني كان معانا الشباب في نهضة بحري، نهضة بحري، ويعني عندهم كان مساهمات في بحري، في مركز الكلى، في الشوارع بتاعت الحوادث، مستشفى بحري وكده. المهم ساهموا مساهمات كويسة جدا، والآن بدوا يستقطبوا لنا جونا وبدوا يستقطبوا لنا بعض الشركات وبعض المؤسسات عشان ترعى مركز شباب بحري. وجزاهم الله خير، ناس سيليدور وناس مدارس المنال وكم جهة، يعني ما إذا خانتني الذاكرة كتر خيرهم، بدوا يعني يساهموا وبدوا حتى خططنا انه حنبني وين وحنبدا وين، وهو كله بمجهودنا. ان شاء الله ربنا يقوي الشباب ويوقفهم على حيله ان شاء الله. ان شاء الله. وهي برضه نحن من صباح الشروق يعني من المنبر ده بندعي كل الجهات انها هي تساهم في انه مركز شباب بحري هو يكون من المراكز المتقدمه، ويدهم يعني يد على يد تيدع بعيد، إن شاء الله نقدر نقومه من جديد. شكرا لك كثير معتصم أبو النجاش. كتر خيرك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك التحية. شكرا لك كثير، وشكرا لكم كمان متابعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا. شكرا لكل هذا الجمال من خلال المساحات المختلفة اللي احنا جولنا فيها مع بعض. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بحلقة اليوم من صباح الشروق. تقبلوا عاطر تحياتي وتحيات فريق العمل. في أمان الله.